حياكم الله بالحلقة 11 من بودكاست مقهى صناع الألعاب. اليوم ويانا العصامي اللي يعمل وحده، محمود أبو العمرين. هو مطور لعبة اسم إنسان حيوان نبات وسلسلة ألعاب سعودي درفت المعروفة وصيد الضبان. محمود يا أهلا وسهلا ويانا بهاي الحلقة وبالقهوة مالتنا. يا أهلا وسهلا فيك دانر، أنا كتير مبسوط اليوم في المقابلة تاعتنا، وخصوصا أنه راح نحكي عن الشغلات هيك، عن الألعاب، عن الشيء اللي بحبه. الله يخليك، الله يخليك محمود. طبعا جدا أنا بصراحة فرحان أنه وأخيرا قدرنا نحكي سوية وكذا. محمود من الناس القدامى يعني جدا بصراحة بالصناعة الألعاب، ومن ضمن الأساطير اللي بدوا، خلينا نقول شلون نقولها أحسن كلمة، خلينا نقول العاصفة بالذات مال سوالف الدرفتينج والألعاب السيارات وهاي الأمور، البدايات. فجدا بصراحة فرحان وكذا. قبل ما نبدي، الله يخليك، قبل ما نبدي سؤالي هو قهوتك أو مشروبك المفضل بالمقهى شنو هو؟ تقدر تقول المي بالمناسبة، أكو ناس قالوا مي سو. نسكافيه وقهوة سودا. نسكافيه 3 ان 1 السريعة؟ 3 ان يا 3 ان 1 هو هذا الشيء اللي 3 سنين أنا عم أشربه يعني. بيرفكت بيرفكت معلم. جرب ال اتوقع كان اسمها ال 2 ان 1 واكو 3 ان 1 الانتنس اللي لونه اخضر رهيب. يا هذا اقوى كل يعني. واحد هو بس كل واحد له جو يعني. بالصبح 3 ان 1 بس هيك، يمكن المسويات هيك بعد الساعه 12 واحده فيك تشرب 2 ان 1. خلاص بيرفكت بيرفكت. طيب محمود، خلينا نرجع نتذكر الذكريات والشغلات والناس اللي يسمعونها من يعرفون. احكي لنا شلون اصلا دخلت صناعة الالعاب، يعني من قبل ما اعرفك، من قبل سعودي دريفت، من قبل كل هاي الالعاب، شلون بدت وياك صناعة الالعاب؟ خلينا نحكي بداية محمود في الكمبيوتر يعني. يمكن يعني انا من وانا صغير يعني، خلينا نحكي من عمر 13 15 لما كان في الديسكتوب الدايلب، اذا بتتذكر الدايلب. نعم. فكنت عم احاول فعليا من وانا صغير وانا مو فاهم اي شيء، احاول انه اعمل اي شيء ريليتد في البرمجه مبدئيا، او اي شيء اصنع محتوى، سواء كان 3 دي موديلنج. جربت الاشياء ال 3 دي موديلنج، صدقا ناسي اسمائها، بس كان في برنامج هيك بيعمل موديلينج وفيديو اديتور. بعد هيك شوي شوي بلشت اني اشوف السيستم او الاوبريتنج سيستم كيف بتعدل، يعني كان عمري شيء 15 سنه، كيف بتعدل، كيف ممكن اخلي الويندوز اكس بي سبيشال سكرين هاي اعدلها انا. بعدين شوي شوي عرفت انه في برمجه، في شغلات، في شيء اسمه برمجه. فكان في شروحات كانت تيجي من مصر على السعوديه، اللي هي بأشرطة، كانت سي دي، كانت اللي هي الاي اس بي دوت نت. فبلشت اشتغل على اي اس بي دوت نت، بعدين عرفت شيء اسمه اتش تي ام ال، شوي شوي لغايه لما وصلت الجامعه. هلا لما وصلت الجامعه، طبعا لا اخفيك على النكت الجاي، انه اول فصل انا حملت 12 ساعه. واو، هاي بعدل يعني الاستفتاحيه. This is good. بالمناسبة أنت يعني حالياً you giving hope، يعني أنت تعطي أمل لهواية ناس. بس يعني good. يعني دخلت دارك، كنت عارف شو التخصص اللي بدي إياه exactly، عارف أنا شو اللي بدي أدرسه. طبعاً كان إنه الناس تحكي لي، كان ممكن عائلي كانت بتذكر تحكي لي إنه هندسي مدني، هندسي معماري، أبصر شنو هندسة اتصالات. لا، أنا كنت عارف إنه يا جماعة، كنت أسأل الناس شو بدي أبرمج، شو أدرس. كانوا يحكوا لي كمبيوتر ساينس، ابعد عن السوفتوير انجينير، ابعد عن كل شيء، كمبيوتر ساينس هو البيور. خلينا نحكي، ففعلا اخذت هذا القرار الجريء وحملت 12 ساعه وانفصلت. فبعد هيك هون كانت نقطه التحول، انه ما كنت فاهم شيء لسه، بعدني طالع من المدرسه. الفصل الثاني كان اسمي في الجامعه لوحه الشرف، انه حتى انه في شخص طالب سنه اولى، طالب سنة أولى عمل أبليكيشن أندرويد ماب اسمه ASU Mapping. يعني هون كان انطلاقتي في البرمجة. خلينا نحكي على الستور، هذا الحكي إحنا بنحكيه بال 2013. أول أبليك يعني نزل، عملت أبليكيشن للجامعة هيك للكلية، إنه يعرف
المباني والاقسام تاعته، كان اي اس يو ماب، ونشرته على الاب ستور، عفوا على جوجل بلاي. ووقتها طلع ترند في الاردن، بتعرف ايام زمان الترند كثير سهل، يعني لو عزمت اصحابك كل واحد على نسكافيه وحمله خلاص تطلع ترند. صح. فكانت هون ايه، فكانت هون بدايه، خلينا نحكي بدايه الابلكيشن للموبايل ابلكيشن. فبعد ما عملت موبايل ابلكيشن بلشت افكر بطريقه بزنس، انه مو عاجبني انه بس هيك انا اشتغل اشياء بحبها، بدي اطلع منها مصاري. فبلشت اعمل، بتذكر عملت قصص جن هيك، هاي فيرست ابلكيشن كان كوميرشال. واو، فعملت قصص قصص رعب. جن ايه، قصص رعب، ونشرته. فعليا ان هيك اجاني شيء رقم، يعني كنت مندهش. فكرت انه يعني ايام زمان، اذا انت اذا بتتذكر على مستوى انك تطلع بطاقه بنك مو بالسهوله هاي، على صح. مستوى انه يجيك حواله من دوله خارجيه، من بريطانيا او من امريكا، كثير الموضوع كان صعب، معقد، كومبلكس يعني. فكانت اول حواله لإلي بتذكر انه من قصص الرعب $150. فكنت كثير مبسوط انه عن جد هذا الشيء مو كذب، انه فيك تعمل مصاري. هاي كانت اول حواله اخذها، بتذكر ما بنساها يعني. أنا بتذكر حتى رحت شيكت على البنك تبعي انه اوه عن جد هاي في انا مصاري. عن جد مو غلطانين. يعني كانت الساعه، بتذكرها تماما، كانت الساعه 6 الصبح. يعني هذا الموقف ما بنساه، كان كنت بعمان والدنيا برد. واو. فعلا كنت مبسوط كثير انه باول حواله، يمكن هاي اكثر حواله مبسوط فيها، مع انه كانت ما شاء الله. قليله، بس كانت الفكره انه هذا الشيء شغال. حتى كنت اول يمكن اشتغلت مع الادموب، يعني كنت مستخدم اعلانات ادموب لما كانت ادموب لحسام عمره، او عمره حسام، كانت لاعب بالمناسبه الادموب لشخص سوري عربي، واشترتها منهم جوجل. فانا كنت مع ادموب من قبل ما تشتريها قبل ما جوجل. تشتريها. واو. اكزاكتلي. فبعد هيك بلشت اعمل افكر انسان حيوان نبات، فكانت اول نسخه لانسان حيوان نبات بال2014. بس متى بلشت؟ خليني جوابا على سؤالك، اها، انه ما كيف كنتش تعرف هاي دخلت. المعلومة. واو، ايه اوكي، يعني ايه مو شي جديد، انسان حيوان نبات. بالضبط، هي حتى النسخة القديمة لا زالت موجودة هيك بآيكون بشع لونه أخضر، اها، موجودة على الآب ستور. فكانت بدايتي أنا وصديق لإلي ثائر جلال، اللي هو نعم. اشتغل على تطوير حجمه. فلقينا إنه أرباح البروفيت من الجيم كانت بداياتنا، بعدنا أنا ويا أصحابه في الجامعة، أها. انه البروفيت بتاعت الجيم اعلى بكثير من الابلكيشن. وهذا سبب انه خلينا نحكي اللايف اكتف لليوزر اكثر بكثير من الابلكيشن. يعني اليوزر ممكن يقعد 10 دقائق 15 دقيقه في الجيم، بس في الابلكيشن كبير وكبيره في 5 دقائق ويطلع ويرجع مظبوط. للتاني. فكانت هون نقطه التحول، انه خلاص انا ما عاد اهتم في الابلكيشن، وبلشت عملت انسان حيوان نبات بالاوبجكتيف سي على الاكس كود، وعملتها بالايكليبس على الاندرويد. يعني اذا بتتذكر نيتف الايكليبس على الاندرويد، بالجهتين، يا بالجهتين نيتف بوث، اشتغلت. يا بوث، اشتغلت لغتين بوث. واو. فهاي كانت نقطة التحول، انه ليه حولت على الجيم، يعني شيء بحبه وفي نفس الوقت الدخل تاعه اعلى بكثير من الابلكيشن، واستمريت. رهيبة رهيبة. زين، وهاي أي سنة كانت اللي هو لما كنت تشرح الإكليبس؟ 2014. 2014. لا، الايكليبس كنت على 2013، خلينا نحكي تقريبا مطلع ال 2004، واللعبة اللي لانه هاي ورا ال 2000. أي تفضل. تفضل، سوري. يعني بال 2014 هي كانت بداية انسان حيوان نبات، بال 2013 كانت ابلكيشن، بس لا زالت انسان حيوان نبات لما برمجتها كانت كلعبه، ولكن برمجتها على الاكس كود زي ما حكيت لك والايكليبس. حلو. ويمكن وراها مباشرة صارت ألعاب السيارات، اللي أتذكر 2015 كان أكل ألعاب السيارات، أو يمكن وراها. اكزاكتلي. بال2014، بالميد أها، 2014، انا بدأت تظهر. بتذكر يمكن بشهر 8 بال2014 انا عملت سعودي دريفت دايركت. زين، هو يعني هنا عملت حتى السؤال. قبل سعود دريفت، عملت لعبة كتير بشعة.
اسمها شو قتل اسمها؟ المربعات او حرب المربعات مسح. اوه ماي جاد، اوكي. للدرجة هاي بحس مو موجود لها اثر يعني كمان. لانه هو اللعبه اشتغلت فيها على اليونيتي وما كنت فاهم شيء، يعني كنت اطلع الجيم اوبجكت ايش كانت تعمل له الفكرة تبعها؟ اتاتش. ام انترستد، شو كانت الفكرة تبعها؟ كانت مكعب فوقه اوكي ضروري او فوق سلاح هيك، اوكي فعم يطلع بوليت ويطخ على اها مكعب تاني، وبس هيك يمشي اها دايركت، انت بتحركه يمين ويسار. ف اه اوكي بالضبط حتى هاي يعني عملتها بس عشان هيك انه افهم الفريم تجرب ريت. الانجن. يا بالضبط افهم اليونيتي انجن بالضبط كيف قاعد بيشتغل. حلو حلو زين. محمود، يعني النقلة على مود تختار لعبة سيارات وتفحيط وكذا وإلى آخره، شنو اللي إجى ببالك؟ شنو كان الانسبايرنج بالوقت هذا؟ هل هو كنت حاسس الترند اللي قاعد يصير، أو شنو اللي خلاك تجرب هذا الشيء؟ يعني بين مليون ستايل ألعاب وكذا، يعني مثلا فور اكزامبل، أنا أغلب الألعاب عندي إياها مثلا بيكسل وشوتينج، شوت ذيم أب اللي هي الشمب يسموه كذا، لأنه هي مثلا ريليتد للطفولة عنديها من ألعاب الأتاري وأيام زمان وكذا إلى آخره. بس أنت شنو السبب الاختيار مالتك للألعاب السيارات والتفحيط؟ شنو اللي تريجرت يو؟ خلينا نحكي الأفكار أو الخيال اللي بيجي للبني آدم هو بطبيعة المكان اللي عاش فيه، بطبيعة الثقافة، بطبيعة الأشياء اللي بيشوفها، بطبيعة الأشياء اللي جربها. فمثلا كانت التفحيط أو هيك شيء شغلات كان شيء بابيولر، أو إنه مثلا بتشوفه بالأفلام. كان وقتها إذا بتتذكر الفيلم طوكيو دريفت، و يعني هذا كان شيء يعني كان كل الناس صراحة كانت ايه. الالعاب الالعاب اللي كنت العبها على البلاي ستيشن، بلاي ستيشن 2، ميد نايت كلاب، نيد فور سبيد. فاصلا هذا الشيء انا بحبه، يعني اندر جراوند الالعاب ونيد فور السيارات. سبيد، هي يا بالضبط كانت اندر كلتها جراوند. هاي الفترة، ف كانت ويل توكيو يس دريفت، اتس سيم ايرا بالضبط. تقريبا. فهي هذا الشيء يعني هي هاي من منطلق هذا يعني. This is amazing، لأنه هو هاي اللي بدت حركة الألعاب اللي قاعدة تطلع، خلينا نقول من الأردن ومن السعودية فيما بعد وكذا، اللي كلها متوجهة لألعاب التفحيط بالضبط. والسيارات وكذا، ولحد الآن أكو هواي وخصوصا شركات يعني يا قاعدة تسوون. ايه لحتى الان الريسنج جيم في الميدل ايست كثير سوق قوي، وكثير لازال انه انت بتفكر انه في منافسة وانه خلص ما لك مجال. بس كثير لازال في وسع كثير. بس هاي المرة مو زي 2014 لما محمود عمل سعود دريفت بيوم وليلة، كانت لعبة توب 1 توب شارت على الاب ستور، وما كنت هسه لا، دافع ولا دولار ادفرتايزمنت، حتى ما كان عندي اصلا اورجانيك كليته. اياه بالضبط. يعني بس هيك انه نشرت على جروبات، نشرت عندي على اصحابي، الناس عملت تحميل، وكثير يعني الاي اس او تاع الاب ستور كان وقتها كثير فريندلي يعني وكيوت، مو مثل هلا. صح، فكانت كثير انه طلعت توب شارت دائري. سعود دريفت كانت سعود دريفت واحد كان توب شارت، وفعلا هاي كان وقتها النقل النوعية لهذا الموضوع. زين. انت سويت هواي نسخ بصراحة، وانواع واشكال وكذا، ومن ضمنها كان عندك غير الالعاب الدريفتينج، كان عندك اللي هي صيد الضبان، اللي هو يعتبر بالنسبة لي يعني كشخص مثلا لعبت اللعبة وكذا، تشوف فت انشقاق بسيط على نفس الفكرة اللي هي سعودي دريفت، ولكن هالمرة للصيد وهاي الامور والكذا، فمن نفس الانفايرمنت يعني دا احسها، ومن نفس التولز، من نفس البروجرامينج سايد. بس التحويل، وراح اطلع، لانه مثل ما قلنا يعني هي مرات الاسئله واحد يجيب باله غير اسئله لما يتناقش وكذا. التحويل لما نحكي انه سويت الالعاب التفحيط وسويت هواي نسخ من عندهم، بعدين بديت تختار غير انواع العاب، مثلا حاليا مثلا انسان وحيوان نبات، قبلها لعبه العدم، قبلها الغميضه مثلا. السبب انه حولت الالعاب ستايل ثانيه، هل هو لانه حاسس انه تمام السيل كومبيتيشن، المنافسه اللي قاعده تصير فرقه هوايه، لو هل يحتاج وقت انفستمنت اطول، لو شنو كان، لو انت ضجت من هذا الستايل ده تريد تجرب شغلات ثانيه؟
خليني اول شيء احكي لك كم شغله، كم نقطه مهمه. مهم. هلا اول شيء صيت ضبان، اشتغلت زبائن بابا جيم في الاردن. نعم. هلا بالنسبه لصيد الضبان، في العاب انا عملتها لانه ماي مود، يعني انه هذا الشيء اللي بحبه. وفي العاب عملتها، خلينا احكي لك راح اصدمك، انه في انا بعمل العاب برودكشن بس اي بي تيستينج. يعني بالعاده الناس تستخدم الاي بي تيستينج في البروتوتايب او ديمو او صح، اني ثينك فيك فيديو، بس محمود مرات بيكون شوي نزل جريء لعبة كاملة على مود وبعمل تجرب. exactly. انه انا بعمل لعبه اي بي وبخليها اي بي تيستينج وهي اصلا برودكشن، يعني ما يعني مو نفس الايديولوجيه اللي هي ديمو. فبس الفروقات تحت الستايل، في شغلات عن جد انا عملتها لاني انا بحبها، وانا من الناس اللي اكثر شيء بحبه في الالعاب الاوفلاين والستوري لاين جيم. بس لا زال محمود قاعد بعمل طيب العاب اونلاين. اوكي، في ايه عندنا عده اشياء لهاي، ايه عده اشياء لهاي النقطه. اول شيء انه المشكله، في مشكله ماليه، او خلينا نحكي كوميرشال ثينك، انه العاب الستوري لاين على الموبايل كومبليتلي يعني كثير صعب تحقق منها ارباح عاليه. انا ما بحكي على ارباح صغيره كثير، يعني ارباح عاليه كثير صعب من تحقق منها، خصوصا الستوري لاين. ولكن الاونلاين لما تكون اللعبه اونلاين، انت بتقدم برودكت ما راح ينتهي، كل يوم ممكن يرجع يلعب له جيم شوت شوتين ويطلع فاز. فهون الفكرة. ولكن أنا عن جد لو بدي إنه خلاص راح أبني لعبة نيكست تايم تاعي، راح تكون ستوري لاين كومبليتلي، يعني لأنه هذا الشيء اللي بحبه. هلا جوابا على سؤالك الثاني، ليش إنه محمود قاعد بغير ستايل؟ هلا صدقا أنا ناوي أرجع على الريسنج وعلى ألعاب السيارات، بس بشرط لما يكون عندي أنا شيء فريد، بمعنى الانجن تاعي فريد. يعني حتى ممكن اخذ اوت سورس من الصين بالمقابل ان انا راح اقدم شيء فريد، يعني راح اقدم شيء حلو هيك جديد. لانه احنا ممتاز. حاليا اغلب الالعاب العربيه بتكون كستمايزيشن من الانجن الموجود على الستور. هذا لا يعني انه الموضوع سيء، بس عشان تنزل بمنافسه بنفس الانجن تاع الكار انجن اللي بالستور، بدك تبني اشياء كتير، بدك توصل لمرحلة تعدل فيه. يعني حتى لو بعت الكود تاني مرة للزلم اللي باع الكار انجن، تمام، ما حيعرف. فهون انه انت بدك مجهود كبير لتوصل للوصل السوق لإله حاليا، لانه سوق السيارات حاليا، العاب السيارات اللي على الموبايل وصل لمرحلة انه ما فيك انت تعمل حاليا سعود دريفت واحد وتنزلهم اياها، لانه حتكون سيئة جدا. صح. اتذكر في وقتها بصراحة اكو فتشي هو شوي خرب السوق الموبايل، اعتقد يعني برأيي كذا. قبل كان الاب ستور والاندرويد المعظم، مثلا خلينا نقول احنا شخص واحد او شخصين او استوديو بسيط وكذا، ثلاثة اربع اشخاص قاعدين يطورون لعبة وينزل اللعبة هذا، وممكن اللعبة تكون فري او اللعبة تكون بمبلغ جدا قليل وبيها اعلانات، او جوا اللعبه اكو شغلات تشتريها. المشكله صارت لما قامت تدخل الشركات الكبيره بالسوق الموبايل وتنزل فري. فانت لما اكو ناس مثلا لما تقعد تقارن الالعاب السيارات وكذا، يقول لك تمام ليش اكو لعبه اكس، واللعبه اكس مثلا احتمال يكون ببلشت مثلا من اي اي، تمام، او اي شركه ثانيه، واتس فري مثلا بالستور، ويقعد يقارنك بنفس الجهة وبنفس البرودكشن وكذا. فاهم، من الأمور اللي أنا سمعت عندي خلينا نقول جواب الستور بالذات خرافي. الفري. لا يلا قول افهمنا. حاليا لما شركة كبيرة عالمية وتنزل ألعاب سيارات للميدل إيست، كون متأكد ثقة تامة ما حتدخل قلوبهم 100%. إنما لما تكون في شركة عربية سواء في السعودية أو في الأردن صنعت عملت لعبة سيارات، ممكن تحقق أرباح أعلى من اللعبة العالمية داخل الماركت تبعها. بمعنى لو في شركة ألعاب صنعت لعبة سيارات من السعودية، تمام، للتارجت تاعها الجلف كانتريز
راح تحقق، كن متأكد ممكن تحقق أعلى بكثير أرباحا من داخل السوق السعودي أكثر من اللعبة العالمية. ليش؟ لأنه المطورين اللوكال لما يجي يطور اللعبة ما راح يفكر زي ما بيفكروا اللي برا، يعني الألعاب الأجنبية. يعني الألعاب ايوه الأجنبية راح ينزل لك لامبورجيني، العربي ما حينزل لك لامبورجيني، حينزل لك سوناتا، حينزل لك صح شاص، حينزل لك فهون انت مظبوط، الريليتد العربي بيكون هون عارف الليوليتي. السوق تبعه. هون تيجي فكرة، هون الليوليتي بتيجي اللي هي مستحيل تتحقق بسهولة. لذلك انا بآمن كل الإيمان انه الجيم ديفلوبر اللوكال لكل دولة هم قادرين يصنعوا محتوى للدولة اللي هم فيهم بحيث انه يكون ممتاز وياخذ بروفيت حتى لو في منافسة. حتى يعني انا متأكد لو في واحد يعمل ببجي في الوطن العربي بس اقل من، خلينا نحكي اقل من مستوى ببجي، خلينا نحكي ب 40% او 50%، راح تحقق نجاح. كن متأكد راح تحقق نجاح لانه راح يكون الستايل، راح يكون المبدأ، راح يكون الانفايرمنت، كل شيء ريليتد في الدولة المستهدفة انه كالعاب يعني. إذا استخدم شغلات من الكالتشر اللوكال، وهي هاي هم من النقطة، يا إنه الديفلوبرز عندنا يا هي هم اللوكال، هم من عندك تو تايبس، أكو اللي يقلدون مثلا الشغلات الأجنبية ويبقيها كأجنبي، وأكو لا اللي يسوي فد شي للمنطقة وما يهمه الأجنبي. هلا شوف، يعني ممكن كلامي يكون صحيح في عدة، في عدة يعني في عدة جهات بقول لك اوكي كلام محمود صحيح، وفي مرات بحكي لك كمان في اشياء صحيحة انت ممكن تعمل از وورد وايد، بس دائما الوورد وايد بدك فان، بدك انفستمنت، بدك يعني بدك مسار كثير عشان تشغل الموضوع. ولكن انا كمحمود بستخدم ايديولوجيه معينه في بناء العالم اللي هي بيلد جيم از كالتشر. يعني انا لما اجي اعمل اللعبه بعمل بناء على الثقافه. فهون هاي الشغله اللي انا بستخدمها بتوفر علي كثير شغلات، من اولها الادفرتايزمنت. بمعنى انا بتذكر في لعبه كانت طالعه عربيه، كانت مشكلتها هي حلوه كثير بتجنن اللعبه. مشكلتها اوكي انه هم بيعملوا تارجت لدولة عربية بس هاي الدولة العربية ما بتلعب هاي اللعبة. فهم مش ايش صاروا يعملوا، هم صاروا يروجوا اعلانات عشان يعرفوا اللعبة كيف بتلتعب بعدين يحملوها. فاحنا صار في عندنا ايش سيجمنتيشن، صارت السيجمنتيشن تاعنا يعني مختلفة نوعا ما. لازم اول شيء هالواحد راح تعرف يشوف اللعبة ويتعلم اللعبة وبعدين بالضبط بالضبط. اما مثلا لما انا اعطيك لعبه سيارات اكتب تفحيط، خلاص انت لما تشوف اعلان لعبه تفحيط او ريسنج او دريفت انت انت مو اوريدي بتعرف محتاج شو حد المحتوى. يعرفك. اكزاكتلي هذا اللي انا اللي بحكي عنه. فهاي بتوفر عليك كمان كم شغله يعني. عجبني جدا. زين خلينا نروح للالعاب الاونلاين، التحول اللي صار باتجاه العاب الاونلاين، وبصراحة ويمكن يكون كلامي خطأ وكذا، بس سو فار من خلينا نقول من المطورين اللي موجودين بالصناعة بالمنطقة، يمكن أنت من المميزين حاليا بالذات بموضوع الألعاب الأونلاين. تقريبا كل ألعابك بالفترة الأخيرة تستخدم فيها elements من الأونلاين وكذا، وكل مرة قاعدة تصير أقوى وأقوى إلى أن وصلت اسم إنسان حيوان نبات. التحديات اللي واجهتك الموضوع الأونلاين ترى مو سهل، وأتذكر مرتين ثلاثة بالضبط. أرسلت لك مسجات خاصة وكذا بخصوص الأونلاين، كان عندي سؤال عليها وكذا، و it's a challenge بصراحة، وجربتها يس بلعبة بسيطة وكذا، it's يعني تحديات جدا كبيرة. فاحكي لي شنو اللي واجهتك وشون شلون تغلبت على هالتحديات؟ شوف، تقنيا خلينا نحكي تقنيا، انك تبرمج اونلاين الموضوع مش صعب كثير، بس المشكلة الأساسية في الأونلاين إنك تفهم مبدأ الأونلاين كيف بيشتغل، كيف مبدأ الشغل تاعه. يعني عشان لازم تتخيل إيش هو، كيف راح يشتغل الأونلاين عشان تقدر تفهم الشروحات أو الدروسات اللي على اليوتيوب. لأنه هي زي كأنه إنه أي شيء أونلاين، يعني مبدأ رقم واحد أي شيء أونلاين اعتبره إنه في كوبي في الجهاز الثاني، فهذا الكوبي مسؤول عن تحركاتك في الجهاز الأول.
او نسخه منك، هيك بدك تعمل عالم موازي لبالك وترسمها بمخك عشان تقدر تستوعب كيف تبرمج. فموضوع البرمجه هو نفس الشيء، كله نفس الشيء، كله امبلمنتيشن جاهزه لاي بلاتفورم انت بتستخدمها، سواء الفوتون او اليونيتي البلاتفورم الجديده، كلها نفس الشيء تقريبا الى حد ما. بس الفكره انك تفهم الاي دي من الناحيه التقنيه، من ناحيه خلينا نحكي الكوميرشال والبرودكشن، اصعب شيء في الاونلاين انك انت لما تنشر لعبتك تجيب ناس تلعب مع بعض، خصوصا اذا ما كان عندك اي اي. هاي صح بيج جاب، يعني هون ممكن يكون نهايه المشروع وبدايه المشروع، يعني ممكن بيفتح ينتهي اللعبة وما المشروع يلاقي باول حدا. يوم. اكزاكتلي هاي صارت معي في لعبه هايد اند سيك وفرق الصور اونلاين. فانا عندي لعبه فرق الصور اونلاين عملتها بتذكر بال2019، اللعبه حلوه يعني، انا يعني هيك حلوه وجميله ولطيفه هيك سيمبل، وبس انت شو الفروقات بين الصور وبيجي معك شخص. مشكله اللعبه انه انا كنت عم ادفع ادفرتايزمنت وما يعني يجي اشخاص، ولكن يجوا خلينا نحكي باوقات أوقات مختلفه. يعني بالضبط، واحد حمل اللعبه الساعه 9، الثاني حملها الساعه 10، فعليا الاثنين ما حيتلاقوا. فانت بدك بالضبط. بيج كامبين، يعني بدك ضخ مالي كبير جدا لإشي بسيط انت بدك اياه، ايش يجيبوا الناس يلعبوا مع بعض في نفس الوقت. فهون الفكره خلينا نحكي اللي هي نقطه اللي انه والله انا كيف ممكن احل هذا الموضوع، كيف انه احنا ممكن نحل مشكله الاشي وهاي الاونلاين. طبعا هل في حليتها الاي اي بغميضة؟ للاسف الشديد غميضه كانت، خلينا نحكي برودكشن ضمن اللي حكيت لك عليه، اي بي تيستينج، برودكشن اي بي تيستينج، بس ما حليتها لانه كان لازم اي اي، والاي اي فعلا هو من الاشياء اللي مو بسيطه، خصوصا اذا بدك تعمله بشكل مش بروفيشنال، خلينا نحكي بشكل بيرفكت نوعا ما، ميديوم، خلينا نحكي المستوى ميديوم. فانا كنت مستعجل وقتها انه بدي اخلص انشرها اشوف شو حيصير معي، وبعد هيك انه بنشوف ايش اللي ممكن نطورها. وبشكل مفاجئ انا كنت استهدف هايد اند سيك للدول العربية، بشكل مفاجئ انا لقيت انه اللغة الاسبانية، اللغة الفرنسية هي اللي قاعد الناس بتيجي من فرنسا ومن اسبانيا والناطقين باللغة الاسبانية. والله اوكي، ضفت اللغة بعدين. يا قصدك الاي اي؟ ستيل انا ما ضفت الاي اي، لا بس لا، صراحة اللغة إلهم ضفتها بجو هي اصلا اللعبة. هي نزلت اللعبة بثمان لغات، عربي وانجليزي كمان واصلا اوكي. يا واسباني وروسي واتوقع في لغه ثانيه خامسه كمان او سادسه، ما نسيت شو هي، بس ضفتهم بخمس لغات، ست لغات او ثمان لغات. زين محمود، خليني اوقفك شوي بخصوص هذا الموضوع ونرجع لاول جملة قلتها لما قلنا الموضوع العصامي. اكو طبعا هو ناس ناجحين حول العالم يعني، وهم مطورين عصاميين وكذا. بالنسبة لي واحدة من اكثر الالعاب اللي احبها وكلش العبها وكذا، بالذات على نينتندو سويتش، اللي هي ستاردو فالي مثلا. سو ستاردو فالي هو شخص واحد اللي مسويها، ولعبة بيبرز بليس هو شخص واحد مسويها. بس سؤالي هو، لما يكون موضوع شخص واحد مسوي، هل انت كاملة انت لو تسوي اوت سورسينج، يعني مثلا تجيب احد يسوي لك الارت والكذا وتدفع له بخصوص الارت، الموسيقى والاخري، لو كاملة انت، لو يتغير من لعبة للعبة؟ طبعا بتغير من لعبه الى لعبه حسب هي 2 دي ولا 3 دي، ولكن جوابا على سؤالك نعم، انا بستخدم اوت سورسنج. مثلا عندنا اليو اي يو اكس، دائما بعاني مع اليو اكس، مثلا دائما بحاول نفهمه انه في شغلات لازم نعملها بالطريقه هاي، بس نعم انا بستخدم ناس فريلانس يعمل لي المشروع الفلاني. يعني مثلا انسان حيوان نبات تغيرت الستايل بتاعها 3 مرات، وكلها عن طريق لاحظت. اوت سورس. يا اوت وبالمناسبة سورس انا هواي صارت أفضل بالبداية، ما كانت يعني ما كانت بالشكل يا المطلوب خلينا نقول، وبس بالنسخة آخر نسخة وكذا it's really good. وعندي لك مفاجأة حصرية يعني ما حكيت لك. يلا انسان قول. حيوان نبات ان شاء الله باذن الله راح تنبنى من جديد باساليب جديدة، وراح يكون في
اشياء كثيره، وهاي المره انا مو لحالي، انا بس ممتاز وظيفتي ابرمج. يا اكزاكتلي، فراح يكون ممتاز شيء ممتاز. كبير كثير عن اول، حتى حندخل فيها تقريبا 3 لغات عالميه، انجليزي واسباني ان شاء الله. يعني طبعا موضوع اللوكاليزيشن في انسان حيوان نبات من اصعب الشغلات، لانه طبعا لانه انت تعتمد مبني على التكست على داتا، اصلا، يا انت مبني مبني على على داتا الداتابيس كثير. عندك اياه. انت متخيل انه الداتا بيس اللي انا بنيتها ما عملت كل ما في كوليكشن اندكس للعربي؟ يعني انا بنيت ستيب باي ستيب الاندكس تاعي والديكشنري تاعت اللعبه، والله يعني حكاية ايه اكزاكتلي. يمكن انا بتذكر قعدت 4 شهور وانا بس قاعد بجمع داتا، اروح على مكاتب، اروح على مكاتب عامه، اجمع من الانترنت بابيولار نيم، وستيل انا لا زال عندي طبعا في لعبه انسان حيوان نبات عامل فيتشر صغير، اللي هو لما انت تكتب اسم وما تلاقيه انت متوقع انه صح، تعمل ايش؟ طلب اعتراض انه هذا الاسم المفروض تحسب لي اياه صح. تقريبا عندي في الداتابيس ما يقارب ال 8000 800000 ريكوست لوورد واو. جديده، من اسماء، من اشياء، من نباتات. وطبعا كثير الموضوع اصعب من اول، لانه انت بدك تتاكد البيانات المدخله صحيحه او طبعا لا، وين الـ حتى وين تضيفها الـ للداتابيز. يا وبدك تعمل اكسبت. فانت حاليا بدك موظفين فعليا انهم بس وظيفتهم يعمل اكسبت لهذا الشيء، ومو من راسه. يعني الموظف ما بيقدر، مستحيل تجيب لي موظف مثلا جنسيته فلسطيني او عراقي او سعودي او اردني وتعطيه المشن هاي وتقول له دخل البيانات بدون ما هو يبحث. يعني مثلا انا بتذكر في البطيخ بتسموه عندكم في العراق باسم شو هو؟ رقي ذكرني فيه. رقي، رقي. هلا انا بالضبط بالضبط، انت هلا انا قريت رقي الرقي، قلت مستحيل يعني. انا كنت اعملها ريجكت عن جد. انا بتذكر في شغلات كنت اعملها ريجكت. فاخر شيء عملت لي ابلكيشن لانسان حيوان نبات، يعني انا عملت ابلكيشن لانسان حيوان نبات وظيفته بس يجيب لي طلبات الاعتراض. اخر شيء لما كنت اعمل لحالي ريجكت هيك، وكنت اكلم اصحابي هيك، يمكن سي ثمان شباب احنا قاعدين بنعمل اكسبت وريجكت، بالاخير اكتشفت انه غلط اللي بنعمله، لانه في كلمات ومصطلحات صحيحه ولكن هي من كارتشر ثاني. فرحت عملت زر بس عليه بياخذ الوورد هاي وبيعمل لك، بفتح لك في نفس ابلكيشن براوزر جوجل. وبفرجي، بروح دايركت على الايمج. فاحنا بنشوف، انا لما مثلا زي الرقي بتكبس عليها بيطلع لك بطيخ، فانت بتعرف فبتعرف انه انه صح. هاي من العراق. وفي جحي كمان بتذكر، في حبحب، الكويت بيسموه شيء تاني، الاردن بيسموه حبحب فلسطين يمكن سوري، وسوريا. ما هو حبحب اتوقع السوري. لا السوري صعب. بيسموه بتذكر بطيخ وشيء تاني. يعني تقريبا البطيخ في العالم العربي 12 اسم ايه تقريبا البطيخ. وبالعكس يعني انت انا لاحظت هاي المشكلة لما كنت مثلا بالاردن فترة وكان موجود هواي جال، خلينا نقول العراقية فترة معينة بالاردن كان اكو هواي من عندهم. فاجت فترة السوق لما تروح تشتري انت البطيخ يقول لك البطيخ اللي هو الاحمر لو الاصفر، لانه البطيخ بالعراقي هو الاصفر، الرقي هو الاحمر. اوكي، يلا ايه هاي استلم معلومات جديده. انا ايه فمثلا ففي فأنت تحديات البطيخ موجود بالعراقي ولكن هو الأصفر. بالضبط، ونفس الشيء بالسعوديه في شيء هيك اسمه المخطط شيء، واللي بيجي بالاخضر كامل هذا شيء ثاني. واو. ففي شغلات كثير مثل هيك، يعني على سبيل المثال انا بس بحكي لك على البطيخ، خلي فاهم أقول لك بالك؟ خلي أقول لك ما نو حكينا على موضوع الرقي. طبعا الواحد واحد اذا فتح البودكاست بالوقت الحالي، يعني مثلا فتحها بالدقيقة هاي، راح يقول هذول على شنو بده يحكي، ايش جاي يصير، بطيخ. شو صار بطيخ وسوالف ثانية وكذا. فخلي اقول لك هاي فتشي لا ايشيو، خمينة هاي هاي ات از ان ايشيو. عندنا شغلة لو خلي هو صابون الرقي، الرقي اللي هو الرقي نفسه، تمام؟ بس باللهجة العراقية احنا نقول لك ك، فهو صابون الرقي اللي هو الصابون الحلبي، عرفته اللي هو من الزيت زيتون والهاي اوكي، انت اللي قصدك يتصنع البطيخ اللي بالقديم. بطيول. نو 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 انسى انسى الفواكه، اوكي الصابون اللي بتغسل فيه. اكو اوكي الصابون المحلي اللي يتصنع من الزيت زيتون وكذا، موجود بسوريا جدا مشهور اوكي الصابون الحلبي معروف، وغيره. معروف. يعني عليك بالعراق يسموه صابون رقي.
not related للفاكهة أبدا، بس the name هو هيج صابون الرقي. يا والرقي بوحده بالضبط. ها it's a fruit، تمام، فاكهة، يا وتقول وياها كلمة صابون يصير صابون. اوكي. هلا هون انا اخر فهمت عليك، هون اخر شيء انه انا قررت نستخدم اللغة العربية بشكل بحت بدون اي مصطلحات، لانه اذا احنا بدنا نعمل لعبة على الاكسنت فعليا ما راح احنا مش تخلص. حيزبطوا هون، لانه طريقة النطق يعني النطق لحالها قصة. يعني مثلا حيوان اللي اسمه الضب، هلا انا نطقت لك يا الضب، بس هو فعليا يعني بتذكر انه النطق الصحيح بالضاء، الضب مو بالضاء كمان، ضب لا ضاء. اوكي. ضب بتذكر ضب او ضب، تعرف حاليا انا تلخبطت ايش هو النطق الحقيقي، اشو بتذكر انه ضب. ايه بالضبط. فانا اخر شيء انه خلص احنا حنستخدم اللغه العربيه البحته وبدنا نضيفه بس هاي. هل فتخيل انه احنا توضح قدامنا هذا الشيء انجليزي. بالجو اللعبة؟ توضح هذا الشيء مثلا، تكتب له انه لازم يكتب يا باللغة العربية الفصحى. اوكي. بالضبط بالضبط بالضبط. وهذا الشيء تقريبا نفس الشيء باللغه الاسبانيه، الانجليزي خلاص قدرنا نحصلها وفيك انك تجيب الداتا بسهوله، كايند اوف مش كثير سهوله. بس اللغه الاسبانيه انت بتحكي تقريبا يمكن 20 دوله ناطقه باللغه الاسبانيه، وتش فنزويلا، فنزويلا، اكوادور، كولومبيا، ارجنتين، اسبانيا، فكل واحد برضه عنده مصطلحات. فنفس الشيء تبعت العربي، انت خلص بدك تاخذ من اسبانيا الام وتضيف اللغه الام، من غير هيك البرتغالي مستحيله المية يعني. بالمية الصافي. يعني اكزاكتلي بالضبط. يعني وجع راس بصراحة. زين نرجع لموضوع ايه الاونلاين. احنا وي طلعنا خط هيك، شايف، طلعنا صحراوي وظلينا ماشيين. انا حكيت لك ارتجالي، ما خلاص ما زين نرجع على موضوع الاونلاين. الاونلاين انت جربت هواي شغلات وكذا. اذا اي شخص قاعد يفوت المواضيع الاونلاين، هل عندك نصائح معينة مثلا يتجه اتجاه معين؟ يعني مثلا عادة يتقسم بالنسبة لي، at least يتقسم بالنسبة لي الاونلاين للجهات، اللي هو مثلا اونلاين البورد جيمز اللي هي تيرن بيس، يكون تمام كل واحد يكون دور إلا وكذا، والثاني ما يلعب ينتظر لحد ما يخلص الدور اللاعب الأول وإلى آخره. وعندك اللي 100% لايف، لازم يكون مثل لعبة غميضة يعني كاملة لازم تكون. وأكو الألعاب اللي يكون بيها جواها تشات، أكو الألعاب أتذكر شو عندك مشاكل بالتشات همينة ستيل. في وقت من الاوقات ستيل. اوكي. في وقت من الاوقات واكو تشات التكست، واكو تشات الفويس، واكو الداتا الداتا بيس والكذا الى اخره، وين تحفظ الداتا بيس. فعندك نصائح معينه لاي شخص قاعد يفوت هذا المجال، وين يروح او وين يتجه او وين يبدا؟ في شغلات. خلينا نحكي اول شيء على 2D جيم بالاونلاين. نصيحتي يبلش سمبل، بمعنى يعمل له 2 بوتن، بس اكبس البوتن الاول انا، يصير شيء بالبوتن الثاني بالجهاز الثاني بالاونلاين. يعني يعمل كثير اشياء سمبل، ما يعمل جيم، يغير مربع، يغير صورة، هاي بالنسبة لل2D. يعمل اي اكشن صغير هيك، انه مثلا تو ديفايس لما اضغط على بوتون لازم تصير الصورة اللي بالديفايس الثاني لونها حمراء. طيب الجهاز الثاني بس يضغط بوتون لازم تصير في الجهاز الثاني لونه اخضر. مثل هيك شيء، لانه هاي الشغلات هي الاساس. يعني الاونلاين بال2D لو تشوفها اصلا اغلبها مبنية هيك، هي عبارة عن كوماند صغيرة انت بتعرفها بفانكشن وبس، تصير هيك اعمل هيك as a symbol يعني. فهاي بالنسبه لل2D، انه انت لازم تعرف كيف الايفنت اللي بصير بال2D. هلا بالنسبه لل3D، خلينا نحكي اللايف 3D. هلا الفوتون زي الفوتون انجن او اليونيتي انجن، هذول الفريم وير، هذول اصلا هم بيعطوك اكزامبل او شيء شغلات جاهزه. يعني انت دائما لما تيجي تستخدم الالعاب سواء اليونيتي سواء اي انجن، هم قاعدين بيطوروا العالم، هذول قاعدين بيطوروا عشان انت ما تبلش من السكراتش. يعني ما تروح تعمل لي سيرفر
وتروح تعمل لي هاي الشغلات من الصفر عشان تحرك لي كاركتر او عشان ترسل لي ايفنت. نو استخدم هاي الشغلات وهي اصلا يعني سو فار تشيب يعني لحد ما تمام. فبالنسبه لل 3 دي يشوف مثلا اكزامبل كيف الكاركتر راح يتحرك بالسين، كيف ممكن اعمل هيك شيء يشغل اللايف سين، يعني شغلات كثير بسيطه. هاي نصيحتي انه دائما لما تيجي تتعلم على شغله بلش بشيء اكثر شيء سمبل، ان شاء الله يكون تكست فرونت اند برنت اوت اي شيء مثل هيك. هلا بالنسبه لموضوع الشات الفويس او التكست، هلا موضوع الشات الفويس والتكست تنتين بيختلفوا عن بعض، هذا فويس وهذا تكست. بس بالنسبه للتكست هي عباره عن امبلمنتيشن لاي شيء اوت سورسنج تاعز انت بتستخدم وتدفع حق السيرفس. بس فكره الشات صدقا يعني خصوصا الشات التكست اصعب، يعني الصعوبه اللي فيه مش تقنيه، الصعوبه اللي فيه قانونيه. ثانك يو. مثلا أنا شو بدي أريد أوصل لهاي النقطة بصراحة. يا يعني كمل. انا مثلا قبل 8 شهور لعبه انسان حيوان نبات على جوجل بلاي عملوا لها ريموف، طبعا رجعتها. شو كان السبب؟ مع انه انا حاطط انه لما حد يحكي بالفاظ سيئه اعمل لي بلاغ وراح نعمل له دي بلوك او حجب او اي شيء يعني مثل هيك يردعوا فيه. عمل هذا الشيء انا، فجوجل بعتت لي انه عملت ريموف لسبب انه انت مو ضايف خيار التنمر او الفاظ نائيه انه او الفاظ انه ممكن تسبب مشاكل او انه اشياء دينيه، لازم تضيف خيار تنمر. فمثل ما حكيت لك انه هلا لما واحد انه مثلا يحكي لك، مو منطقي انه واحد يحكي لك مثلا انت اهبل او هيك كلمات انه مش باد وورد، خلينا نحكي تروح انت على مركز الشرطه وتشتكي، يعني الموضوع شوي صعب. فهون جوجل شو عملت؟ لما عملت لي ريموف انه حكت لي انه سبب الريموف انه انت مو حاطط، انت بس حاطط ابلاغ او بلاغ بشكل عام، لازم يكون في تصنيف للبلاغ. كيف يعني كان مكتوب انه لازم تحط انه اساءه او تنمر؟ لا لا، في يعني هم بيحكوا هيك وفعلا شالوها ورجعت حطيت انه الاساءه او تنمر. بس اللي مو فاهمينه انه طب في كلمات هي عباره عن جوك، يعني بالضبط، عباره عن انه هي لا انه انه إساءة احنا ولا تنمر، بنمزح بس هي تصنف. بالضبط. يعني هي اصلا احنا بنمزح مع بعض هيك متعودين نمزح، شو تنمر هاي؟ انا جديد علي. فبرضه هاي ما فيك تحصرها، بس اوكي اتس فاين، حطيتهم، حطيت مشرفين، حطيت فلتر، يعني الفلتر الفلاتر اللي عندي في الشات يعني فظيعه. بس معلم باول هاي عن اسمها اخير first world problems basically. فهذا اللي بالضبط هذا اللي هذا بالضبط اللي عم بيصير، فهي لا لا يعني لا ينعكس 100% بالوطن العربي، وبتكون كثير صعبة انك ترتبها based on that. فانت حطيت فلتر، خلينا نقول بلشت معجم جنرال هيك. كبير، ايه معجم كبير للفلاتر كلها انواع الكلمات. بالضبط. المشكله انه مثل ما حكيت لك اللغه العربيه مو سهله، اللغه العربيه من اللغات اللي ممكن تكتب الكلمه فيها بعده اشكال، ومستحيل حتى تويتر نفسه ما قدرت تحكم اللغه العربيه كمصطلحات، كمثلا يحطوا مصطلح ويمنعوه ينكتب بشكل كامل. يعني كلمه احمد ممكن انت تكتبها بمليون طريقه في اللغه العربيه، فكتير الموضوع صعب. لذلك حله مشرفين يكونوا متواجدين خلال 24 ساعه، حطيت مشرفين بس ستيل بتواجهني مشاكل انه انت لما تيجي تعمل بلوك لحد هون. كانت البيج ايشيو انه ابل وجوجل انت عم تشوف من جديد شو عم يصير، ممنوع يكون في تراكنج اي دي. فانت لما تيجي تعمل بلوك لحد انت بيزد ان وات، وخصوصا اذا انت عامل هم بيدخلوا از جيست يعني كضيوف داخل اللعبه مش عاملين تزييف، طب انا كيف بدي امنع هذا الزلمه واعمل له بلوك؟ عملنا له بلوك بروح بمسح اللعبه برجع يحملها تاني مره بفتك بلوك. ليش؟ لانه السبب جوجل مش سامحين لنا ناخذ ارقام يونيك، حتى نفس الشيء ابل ارقام فريده بمعنى اخر انه رقم لا يتكرر ولا يتغير، فانت ما فيك تاخذ هيك رقم. بسبب انه هم عندهم مشكله في الاعلانات انه ما بدهم حد يعمل تراكنج. طب انا يا جماعه ما بدي اعمل تراكنج، اصلا مش انا ما بس عندي هاي، رح بلاتفورم يصير في اعمل لكم عندك، تراكنج. رح يصير في عندك مشاكل ثانية. هسا سناب شات دا تسوي هذا الموضوع، basically إذا سويت إساءة وكذا they may block your device.
بس حتى هذا ما يقدرون هم يسووها لفترة طويلة، لانه doesn't make any بالظبط. sense. طب باكر عقب اني بعت الجهاز هذا وحدا ثاني اشتراها، وهذا الشخص الثاني اشتراها واكتشف ما يقدر يستخدم سناب شات، يعني واتس ما اصلا ما ما في، ما فيها سناب شات، حتى من سناب شات ما في حد ياخذ الماك ادرس، ما بتقدر. والاي بي اذا بدك تعمل بلوك على الاي بي، طب ما انت طفي الراوتر وشغله تاني مره، صح. راح يتغير. فهاي حتى لو ما موضوع. يتغير، انت شو معرفك ماخذ مثلا كم من شقة مربوطين على نفس الاي بي، يو نيفر نو. طب انت ما يعني اتس انا اخر مش شيء براكتيكال. كنت في احدى الدول، كان في سب كثير يعني بطريقة فظيعة، يعني ناس يعني نوعا ما متمكنين، ف بالشات يعني خلاص مشكلتهم هم بالشات. آخر شيء قطعت البورت كومبليتلي، انه خلاص ما حد يدخل، يعني ما عندي غير هيك. آخر شيء قطعت لأنه كان في دوس اتاك كمان، يعني قطعت البورت اه كومبليتلي، واو، انه خلاص انه خلاص انتوا بدكم تفكوا الحج، وانتوا بتسبوا ومستمرين بالسب، فما عندي طريقة غير إني أقطع البورت كومبليتلي، خلاص ما يعمل كونكشن على سيرفراتي، وشكرا يعطيكم العافية. ففعلا هيك مشاكل كثير، الموضوع مش سهل حله، ولكن بنحل، ما في شيء ما بنحل. أنا من عندي بنحل في طرق معينة إن شاء الله، يعني في النسخة الجديدة راح نضيفها، بحيث ما في خلاص لما يكون في بلوك يعني بلوك. الشغلة هذا بصراحة يعني انه من الشغلات الجدا، يعني هي مصيبة بصراحة اقول لك. يعني انا كان عندي فكرة لعبة، هي مو شات بس بيسكلي انت تترك مسج معين وكذا، شلون مثلا العاب السولز وهاي الامور وكذا تترك مسج معين. سو جزء من هاي الفكرة مالتي لغيتها بس لانهم مردت ليتر اون يصير المسجات عبارة عن مثلا مواقع او كلمات مثلا سيئة او الى اخره وكذا، وبريتشينج راح يصير عندك مليون مشكلة ثانية غير موضوع الاندر ايج، هم راح تفوت فيها بالاعمار الصغيرة وكذا. Exactly, هاي exactly. هاي بحدها راح تخرب بيوت، يعني راح تفوتك المحاكم alone، لانه لازم انت بالضبط. تكون مسويها. وحتى دانا بتعرف في شغلة كمان، كنت ضايف فيتشر إنسان حيوان نبات، إنه يقدر يحط الصورة الشخصية تاعته without any third party. يعني كنت عاملها اجتهاد شخصي، بفكك الصورة RGB، بخزنها as a string، وببعتها عن طريق ايوه الفوتون عن طريق سترينج. يعني انت متخيل كيف انا ببعت صوره از سترينج، بعدين والله بيعمل له اوكي. وبعدين بيرجع يرتبها وبعرضها. وهيك انا ما استخدمت اني ثيرد بارتي، بس كانت مصيبه، ما اكتشفتها الا بعد 4 شهور. الناس بلشت تحط صور سيئه. طبعا اخر شيء اكتشفت انه انا لازم الغيها، لغيتها لانه ما في AI يشيك عليها. كنت بدي استخدم جوجل حتى فيجن لو AI. لا، جوجل فيجن اي اي فظيع والله فظيع اوكي. فظيع. ايوه، في كمان في كومبوننت على الاس ستور يونيتي جوجل فيجن اي اي، فكنت راح استخدمه، بس طلع كثير صعب ماليا. انه طب افرض انه دانر غير صورته في الشهر 100 مره، طب دانر راح يكلفني كوست لحاله، طبعا فما بالك انت لما يكون في عندك اكتيف يوزر عالي يعني. طبعا ففي فترات It's من not worth الزمن، it. مش مستاهلة وجع راسها يعني، مش فكان حلها انه لازم تربط انت ثيرد بارتي، بمعنى فيسبوك، لانه فيسبوك هو اوريدي عليه اي اي، بالضبط. فانت خلاص، تجيب او الصورة من جوجل الفيسبوك وانتهى الموضوع. وخلصنا هيك حلينا الموضوع. بتكون مشكلة إذا طلع الصورة سيئة، بتكون مشكلة فيسبوك basically. This is a بالضبط. smart way. يعني هو هذا الصح، هو هذا الصح، لأنه بالنهاية أنت تقول أنا مالي دخل، أنتوا هاي ربطت حساباتكم ومنك إلهم basically. يعني ف بالضبط بالضبط. روحوا تفاهموا. بس يعني هاي بادرة، يعني هذا الشيء لما يكون في عندك في الابلكيشن ناس قاعد، او الجيم ناس قاعد بتحاول تخربك، هاي بادرة نجاح. هذا أكيد الشيء يعني كويس. انا أكيد على فكرة معناه إنه عمليات أنت الهاك، شهرت. عمليات الهاك عندي، خصوصا بعد ما ابل عملت لي فيتشر اب اوف ذا داي في اليوم الوطني. هي عملت ثلاث شغلات في اليوم الوطني السعودي، عملت اب ذا فيتشر دي، عفوا فيتشر اوف ذا داي، وعملت فيتشرينج اللي هو انت اول ما تفتح الجيم بتلاقيهم في القائمه هاي، وعملت الايفنت. ألف فاخذت مبروك دعم طبعا كبير. بالمناسبة. الله الله يبارك فيك. اخذت دعم كبير، يعني الثلاث شغلات، يعني في شركات بتحلم تصير منها هالشيء.
فالحمد لله اخذتهم. وبعد ما اخذتهم انه انا مش كواليفاي كسكيورتي، يعني اوكي انا بعمل كل شيء بس مش كواليفاي كمان سكيورتي. شو كان ففي نوعية عمليات الهاكينج؟ فور وات الكوينز، يعني مثلا؟ هل كوينز؟ يس. الكوينز اليونيك ايكون عندي، انا يونيك ايكون يعني رقم خيالي، بس بحكي ممكن هاي تكفير ذنوب ايام زمان لما كنت استخدم ويندوز اكس بي وفيستا وكذا عادي. بس يعني هاي بصراحة أحلى تصريفة. أحلى تصريفة يعني، أنت خلص هيك ريحت خلص، ما في مشكلة. اللي عم بيصير فيني اللي إنه أنا هيك عملت فيهم أيام زمان. على هيك It's حكي نص fine. الوطن العربي كلها راح يصير فيهم هيك بيسكلي، لأنه الكل الحمد لله معلم ثقافة الكوبي رايتس. يعني بصراحة ما أعرف، بالذات موضوع الألعاب والكذا يعني لساتها موجودة، موضوع الهاكينج والكراكينج وهاي الأمور، بس جدا صايرة أقل. بس الثقافة هي إنه لا أنت غلط ولازم تشتري، إجتنك جدا متأخر. يعني أنا بالضبط بالضبط. يعني واحدة أتذكر ألعاب البلاي ستيشن 2، تمام؟ ما يعني كان في عندي ألعاب بالمئات، لأنه بيسكلي اللعبة الواحدة يمكن سعرها ما يعادل، خلينا نقول دولار، 10 ريال، 5 ريال، تمام؟ هيك ايه كان دولار دينار. واحد او دينار او وات ايفر ات از، يعني عمله جدا بسيطه، شغله تعطيها لابنك الصغير يروح يشتري له مثلا حلوه من السوبر ماركت وارخص. فكان في عندي البوم، كيف البوم الصور، البوم كبير بس ما كان فيها كل غلطك، السيديات. لا يعني ما لا كان ما كان غلطك، غلطي، هذا كان لانه الموجود اصلا بالسوق. يمكن الوالد او يمكن الشخص المسؤول عليك ما كان اصلا عنده بطاقه بنكيه، ما كان في بيمنت جيت واي تشتري منها اصلا، ما في اوفيشال يعني ما انه كان في اماكن اصلا بالسوق، رسميه. هو هي بحكي لك بالضبط اصلا اصلا بالسوق ما في انك تشتري بلاي ستيشن غير معدل. لا لا، بالضبط. هاي انا مش موجودة. اصلا بالضبط يعني اصلا ما في شيء انك تشتريه، فكان مش الغلط علينا 100%، بس هو الغلط انه احنا لما ادركنا، او خلينا احنا في السنوات الاخيره اللي قبل 4 سنين 5 سنين، فعليا هي مرحله التطور البيمنت جيت واي اللي صارت في الوطن العربي، ادركنا انه لا هيك مش صح انك انت تاخذ اشياء مكركه. ادركنا وقتها بسبب ذلك صار في عندنا شهره في قنوات اليوتيوب مراجعات للجيم، لانه صار انه بدك تدفع 50 دولار 60 دولار على لعبه، فلازم طبعا تتاكد انه راح تكون منيحه. بالضبط، انت خلص هلا بتعمل دراسة وبتشوف الريفيوز، وبتشوف مش بس الريفيوز، بتشوف مرات مثلا اول شايف هاي الفيديوهات اللي بتنزلها اي جي ان او مواقع ثانية وكذا، اول 20 دقيقة او اول 15 دقيقة من اللعبة بتشوف هاي كمان، وبتصلي استخارة وكل شيء وكذا، وبعدين بتروح بالضبط تدفع لك ال بالضبط 50 دولار او ال 70 دولار بالضبط حاليا. بالضبط بالضبط. فعشان هيك احنا انا من عندي ما عاد اكرك اي لعبه، ما عاد اشتري اي نسخ مضروبه من الالعاب او الابلكيشن، يعني حتى على مستوى مايكروسوفت اوفيس، يعني نعم. لانه الموضوع ابعد حاليا من الهاك، يعني ابعد مما تتصور من موضوع الهاك، لانه قد يكون في ثيرد بارتي في هاي الشغلات، وانت عندك مظبوط. دوكيمنت معين او شيء الى اخره. يعني راح يكون عندنا طبعا حلقات بالمستقبل وكذا، ديفنتلي انت هاي راح تكون فقط حلقة تعريفية، بس راح يكون عندنا حلقات بالمستقبل نحكي على مواضيع الهاكينج والسكيورتي ومواضيع الاونلاين اكثر. لانه بصراحة جدا فتشي رهيب. زين، نحكي اخر شغلة بخصوص وبعدين ننتقل للشغلات الثانية، بس اخر شغلة بخصوص اسم إنسان حيوان نبات، الألعاب التريفيا، هل قاعد تشوف فيها، هل سبب نجاحها لأنه هي تريفيا أو هو فتشي قليل موجود بالعربي؟ ألعاب التريفيا طبعا صارت بيها هواي محاولات، يعني هواي شركات من الأردن والسعودية وغيرها وكذا. تريفيا إجت فترة، شون الدريفتينج إجت فترة هواي سووا ألعاب المسابقات وكذا، وكان أكو نسخ هواي من عندها، نسخة مثلا الرياضة، نسخة رمضان، نسخة كذا 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 إلى آخره. بعدين اختفت، وهسه تقريبا رجعت يمكن وياك بشكل أكبر وكذا. فشون حاس السوق مالتها؟ شوف، على الألعاب التريفيا والوورد خلينا نحكي، لأنه تقريبا التنتين نفس بعض تقريبا، هذول الألعاب ما بتنتهي،
يعني الجيل اليوم اللي عمره 15 سنة قاعد بيلعب ألعاب تريفيا وورد، بكرة بيكبر وبطل يلعب. بس لا تنسى إنه في جيل قبل بعد هيك حيجي، وحيلعب نفس الشيء. فإذا كانت اللعبة ضمن الكالتشر ما راح تنتهي، زي الكلمات المتقاطعة، زي إنسان حيوان نبات، زي مثلا سباق الحروف. في لعبة اسمها سباق الحروف كانت تيجي على التلفزيونات قديما، انه تعمل ديالوج لاين من فوق او من تحت وبتفوز، او من على اليمين او لليسار. فهي الشغلات تقريبا ما بتنتهي، إلها اوقات معينه. ستيل انها جود تو انفست في هاي الالعاب، بحيث انها تكون بروجكت من ضمن الانفستمنت طويل المدى، وليس هيت اند ران، لانه برضو في مشاريع بشتغل عليها. انا بحب الهيت اند ران لا، كايرو. التريفيا صعبة، بالذات التريفيا من النوع مالتك. ما تقدر تسوي ما هيت بزبط اند هيت ران، اند ران. يا لأنه بالضبط، عندك الداتابيز بوحده تو بيلد ات، هذا الشغل هواية، يا فما تقدر تقول خليني أجرب أشوف. الهيت اند ران اللي هي الأسلوب أنا بالنسبة لي أعتبرها أسلوب الزنقات أو أسلوب الجيم جامز، ذيس إز هيت اند ران. يا تشتغل عليها أسبوع أسبوعين أو شهر أو شهرين، وذاتس إت، رأسا تنزلها وتشوف ايش راح يصير بيها، او اسلوب الهايبر كاجوال وكذا الى اخره، وراسا تشوف الفكره مالتك نجحت، بيكت اب كول نوت، هي بس زادت من مرات البورتفوليو مالتك خلاص. يا بس مرات يا دانا الهيت اند ران كثير ممتازة. يعني لا تخيل انه ويا اصلا لا انشارتد فعليا، يعني او جاد اوف وور، انا ما بشوفها انه مثلا هي لعبة خلاص انت حتلعبها وتنتهي. فهي نفس الفكرة، انه انت كيف ممكن تعمل، يعني صدقا اسوء شيء ممكن تعمل على الموبايل ستوري لاين، يكون عندك لعبة صح. ستوري لاين وينتهي. لأن مثلا لعبة العدم هاي لعبة كتير فريدة، نعم. ما في أي حد شفته عاملها على الموبايل، سواء وطن عربي أو غيره. كانت فكرتي هيك، ما بعرف، وأنا بناء على المود بعمل ألعاب، باي ذا وي، مش دائما على الدراسات. اي صح. وحبيتها بالمناسبة، جدا حبيتها، وحبيت انه بيها اكثر من نهاية و It was Yeah, interesting. exactly. فمثلا لعبة العدم، يعني لو افرجيك البرايفت مسج اللي عم توصلني قد ايه انه اللعبة كانت، الناس صار في عندهم فيلينج. انت متخيل انه تعمل اه لعبة واو. والناس يكون في عندها فيلينج؟ تقريبا 3000 برايفت مسج. يعني هاي اول برايفت مسج، باي ذا واي، ما بتقدر تبعت لي برايفت مسج الا لما تختم اللعبة. بطلع لك هيك سباش سكرين، انه حاليا فيك تبعت للمطور كلمه بتحب تحكيها، واذا بدك جزء ثاني او لا. تقريبا ما يقارب 3500 مسج. يعني في ناس بتحكي لها عن مشاعرها الداخليه، فاللعبه لمست شيء ديب فيلينج. ف يعني فبس مع النجاح، انا بشوفها نجحت خلينا كارضاء لليوزر، بس ما نجحت إلى الآن كبروفيت. بالنسبة لمحمود أنا ما بشوفها نجحت كبروفيت، يعني هي غطت الاكسبنسز، غطت و إلى آخره، بس ما نجحت يعني كبروفيت إنه أنا راضي عنه. بس هي نجحت بالنسبة للناس. يعني تقريبا أنا من عندي بلاي فاب الأناليتيك تولز منزلها، تقريبا 80% من اللي حملوا اللعبة ختموها هاي على الموبايل. بس هي تتبع ايديولوجية الهيت اند ران، اللعبة على الموبايل. فالهيت اند ران على الموبايل كايند اوف مش كويس. اقدر اتفهم هذا الشيء بصراحة، جدا هو انا واحد من الناس اللي اذا العب بالبداية، كنت انا اقصد بالهيت اند ران، كنت اقصد التجارب السريعة وواحد ينزلها وكذا، بس اتفهم هسه قصدك بخصوص موضوع الستوري. انا واحد من الناس اذا اريد لعبة ستوري وايز وديب وانغمس بيها وكذا، تلقاني لو العبها على الكمبيوتر او العبها على الكونسول بصراحة. بالضبط بالموبايل بالضبط، دائما بورد جيم، تريفيا جيمز، ممكن يكون exactly. يعني شغلات سيميليشن سريعة بسيطة، تفوت تحارب مثلا لعبة yeah معركة yeah أو yeah استراتيجية كذا، تسوي حرب معينة RGB وتطلع yeah وذاتس ات، ار صغيرة جي بي يا exactly. وذاتس ات وخلص يا لانه السيشن صغير وكذا وما راح اقعد فترة طويلة عليها، تلقاني لا اريد اكون مرتاح. بس ممكن يكون
الاسلوب التفكير مالتي هذا اللي دخل همنا بالعمر والهيستوري مالتي. فاحتمال الجيل اكزاكتلي الجديد، احتمال الجيل الجديد لا، بالنسبه لهم عادي ممكن يلعب له العاب قصه وكذا وكامله يكون على الموبايل. وهذا اللي يطلع لك، اللي هو شايف اللي واحد يسوي له لعبه بس ينزلها على كل المنصات، although انت تعرف انه هاي اللعبه فقط مناسبه للمنصه الفلانيه للاكس، بس هو بينزلها على الكل لانه صح اولا يغطي كل انواع البلايرز، ثانيا انت ما تعرف شنو الاجيال الجديده، ممكن بالنسبه لك هي doesn't make sense for موبايل، بس الجيل الجديد هو لا، هو بيرفكت، هو ما عنده غير الموبايل اصلا. yeah, I agree with you, بس كون متأكد السيجمنتيشن تاع الكونسول ما بيحارب الموبايل, وهذا فيه خلط كبير لا لا، أنا مد انه أقصد يحارب، نو نو، بس انه في ناس مثلا بقول لك انه خلاص شوف كيف الجيم على الموبايل, انه خلاص هي السوق المستقبلي موبايل, السوق لا الموبايل له ناس يلعبوا فيه بالضبط راح يبقون، والكونسول له ناس مستحيل يختفيوا مستحيل. راح يبقون، بس أنا كنت أقصد على السيجمنتيشن اللي مثلا فور اكزامبل، خلينا ناخذ غير مثال شوتينج. لحد الآن عقلي ما يستوعب انه ليش واحد يقدر يلعب ببجي وفورتنايت على الموبايل. بالنسبة لي لو بي سي لو كونسول doesn't make sense ببجي وفورتنايت هو على صح الموبايل. بس تعال شوف السكسس اللي سوته ببجي وفورتنايت في جيل كامل، هو ما عنده غير الموبايل، وفور ذيم الفورتنايت وببجي make sense only بالموبايل. صح I agree فهي with هاي you. Yeah. فهي هاي فهي الأجيال تختلف، بس الأسواق هذول راح يبقون نفسهم مثل ما أنت قلت، صحيح. ما راح يأكل الموبايل من السوق مال الكونسول، الكونسول والستي كونسول، موبايل والستي موبايل، بس الألعاب راح تتوفر على كل الأجهزة. ودائما أكو ناس اللي هو يفضل اللعبة ستايل المعين على جهاز معين. Yeah, exactly. Sometimes for me Little Nightmare بلعبها على نينتندو سويتش, بس ما بحب ألعبها على البلاي ستيشن. مثلا صح 100%. نرجع لموضوع ستاردو فالي، يعني اللي ذكرت ستاردو فالي، ستاردو فالي لعبتها على البي سي فترة طويلة، ولكن بالنسبة لي النتندو سويتش حاليا هو رقم واحد موضوع ستاردو فالي أكثر من البي سي. بحكي لك النتندو سويتش فيه متعة غريبة شوي. جدا جدا، مع أنه هو لعبة مبنية بالأساس للماوس والكيبورد، صح وهاي جدا نقطة مهمة. زين، مستقبل الألعاب المحمول بالمنطق، احنا اوريدي تطرقنا لموضوع فتنة، بس اريد تطرق الموضوع التحديات اللي دا تواجهها شخصيا انت، او اللي دا تشوف الصناعة دي يواجهها بالشرق الاوسط بالمنطقة، خلينا نقول من ناحية الألعاب بالذات المحمول، ما انه اكثر شيء قاعدين نسوي للمحمول احنا. هلا التحديات قد تكون كل البعد شوي نوعا ما بعيدة عن موضوع التعليم, بمعنى التحديات اللي في الوطن العربي خصوصا, أنا بحكي عن الوطن العربي, مشكلتها بأنه عدم القدرة للناس اللي تتعلم تقدر تركز في هذا المجال, مش بسبب هم إنهم ما بدهم يركزوا, لا بسبب إنه ما في بيئة مناسبة توفرت لإلهم ليشتغلوا بهذا الشيء. يعني بدك تكون كتير محارب, كتير تتحمل شغلات كتير عشان تتعلم وتضلك في هذا المجال وتتطور فيه وتعمل شيء حلو فيه. لأنه حاليا إحنا حاليا في الوطن العربي ترى كتير قاعد بصير منصات تعليم سواء الفيزيكال أو أونلاين, يعني كتير في مجالات تعليم صارت ريسورس عربية. حتى أنا مرات بحضر لناس عرب بيشرحوا على اليوتيوب, يعني ففي ريسورس كتير إنك تتعلم منه, وصار في كتير دول إنها قاعد بتقدم الدعم اللي هو التدريس الألعاب سواء برمجة الألعاب أو رسم الأنيميشن إلى آخره. بس ولكن انت عشان تكمل في هذا المجال, حلو انت بتتعلم كل شيء, بس لازم تتوفر لك البيئة المناسبة. يعني الأشياء الأساسية, المقومات الأساسية المبدئية لإلك لا تقدر تبلش تبدأ. لأنه صعب كثير, أنا أقول لك اليوم انت تعلم برمجة ألعاب على اليونيتي ولا على الدوت 2 ولا وريفر, يعني على الريل,
وبعد سنة أنت راح يكون معاك هيك، أو أنت راح تكسب لي 4000 دولار. ما في الموضوع جارنتي. ما في جرانتي. وغير هيك إنه مين الشخص اللي عمره 22 20 سنة قادر يهندل الكوست والاكسبنسز للحياة الطبيعية بهيك، يعني إنه يتعلم ويعمل هاندلينج إلى نفس الإشي بالحياة. فالموضوع مش سهل. فأنا شايف في المنطقة إنه أوكي التعليم موجود، كل شيء موجود، ولكن لازم تتوفر بيئة مناسبة. لا، في عدة بلاد لازم يكون فيها أساسيات الحياة موجودة، أو مش أساسيات الحياة، خلينا نحكي الأساسيات اللي هي الواحد ما يشغل حاله فيها، إنه خلاص أنت بتتعلم طالب جامعي وجو أحد. فهاي النقطة. هلا بالنسبة للتطور، شوف أكون صادق معك، أنا لو تقول لي إنه شو الشركات العربية اللي في الوطن العربي، بحكي لك بنعدوا على الإيد، على الإيد، يعني لا زال السوق العربي طبعا مش صح. مش 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 كبير عادي، يعني لا زالوا الأفراد بنافسوا الشركات العربية. يعني ممكن تلاقي فرد داخل الدول العربية بنافس شركة عربية لحاله، ما عنده أي مشاكل. ليش؟ بسبب إنه لسه السوق ضعيف، مش بالقوة هذا. وهاي فرصة ذهبية على فكرة، مش إشي سلبي، يعني هاي كتير فرصة ذهبية، إنه السوق لا زال محتاج، السوق مش متوفر له كل شيء، فكتير هاي الشيء يعني ممتاز. فبس أتوقع، أنا بوجهة نظري، لازم خلينا نحكي قوانين الألعاب أو برمجة الألعاب في الوطن العربي يكون لها تسهيلات مناسبة، أو تسهيلات تليق بهذا المجال، لأنه هذا المجال مش مهندس معماري تخضع تحت نقابة، ولا محامي تحت نقابات محاميين. فهذا المجال بس بده هيك روقان تشتغل، واحد يدعمك عادي، يأسس لك للشغلات المهمة لإلك. ولكن كفند، كانفستمنت من ناحية مالية في الوطن العربي، I agree with you، في أشياء ضخمة قاعدة بتصير. ولكن الأهم من ذلك الإنتاج، فترة الإنتاج. يعني أنا عم بشوف أشياء كثير، تعليم تعليم يعني شغلات إيفنتات، ولكن الإنتاجية، ملخص الحديث يعني الحلقة الأخيرة، شو الإنتاج؟ شو طلع معنا؟ طلع معنا لعبة. طب ممتاز، حلو، عملتوا لعبة نشرتوها؟ لا. طبعا حتلاقي ألعاب كثير في الوطن العربي موجودة، روح الإيفنتات، أكيد حتلاقي ألعاب كثير 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 حلوة، وفي منهم حلوين عن جد يعني، وكثير هيك بجنن الألعاب. بس هل نشرتوها؟ لا. طب ليه؟ ما في فند. sometimes انت ما بتحتاج للنشر فند، يعني لا sometimes انه في البدايات لازم تجرب. هذا الشيء الناس اللي مو مستوعبيته، انه مرات انت لازم تجرب، لانه ما راح حد يحكي معك بالصيغة اللي تليق بك الا في نجاحك. مية يعني بالمية الجود اوفر، لما يجيك اللي هو يليق بك وانت حتحبه لما تكون ناجح، ما راح يجيك جود اوفر لما انت تكون تستنى فند وعامل لي لعبه حلوه وما نشرتها ولا جربت ولا شفت اي شيء. فلازم تنشر وكل شيء. يعني انا بحكي لك من واقع تجربتي الشخصيه. انا اجتني اوفرات انفستمنت من عده اشخاص، يعني انه يعني يكون انفستمنت مالي او انجن انفستمنت او استراتيجي، بس كانت قد دائما اغلب الانفستمنت اللي بتصير يعني مو لصالحي ابدا. يعني حتى لو كان في ارقام كبيره، انت ما بتحسب انه والله مثلا هذا حيبعث لي، حيدعمني 5 مليون دولار ولا 10 مليون دولار، انت بتحسب نسبتك وقتيها. بالاخير ممكن تطلع نسبتك من اصل ال 10 مليون دولار سنويا 100 ألف دولار. طب السؤال، انت هل بتجيب 100 ألف دولار او 50 ألف دولار بالسنه؟ اوكي انت بتجيبها، اوكي انت ليش تحتاج انفستمنت؟ فهون لما انا ما كنت كثير، يعني خلينا نحكي متمكن، بس اكيد مش بالارقام هاي اللي بحكي لك اياها، بس بحكي لك كبرت الارقام عشان الناس تستوعب الفكره من الانفستمنت كمثال. دائما. بالضبط، لانه مرات عن جد ممكن واحد يحكي لك انا اعطيك مليون دولار انفستمنت، بالاخير لما تحسبها انت شو ما عملت، باعلى نجاحات المشروع بيطلع لك 20 ألف 30 ألف دولار. باي ذا واي، يعني بدأ الواحد دائما بده ينتبه. فالجود اوفر لما انا اخذته كان في حاله نجاح فعليا، يعني هذا الشيء اللي بصير معي يعني قبل يمكن شهرين.
كان في جود اوفر اباوت انفستمنت للانسان حيوان نبات حرفيا، بس اللعبه هاي. فدائما في حاله النجاح انت بتاخذ انفستمنت الكويس. ولكن انا توجيه رساله للمطورين العرب، سواء كانوا 3 دي موديلينج، مطورين، مبرمجين، انت لازم تنشر شغلك بغض النظر انت حتنجح ولا يعني او حتفشل، لانه نعرف احنا ما حتنجح بدون فشل. فمو مشكله عادي يعني، انشر، شو مشكله انشر عادي، جرب تعمل اعلانات لحالك، بس ممكن تزبط معك ممكن ما تزبط. ساعتها انت بتشوف الارقام، بتشوف القرارات. ما بحكي لك كل الناس عندها القدره انها تعمل هذا الشيء. في ناس فعليا فعليا، هي انا شفت مبرمجين يعني كنت في ايفنت دولة أجنبية، فكان فعلا هذا الشخص لعبته كثير مبدع. فسألته في حد أعطاك انفستمنت؟ قال لي لا. سألته طب أنت ناوي إشي؟ قال لي أنا ما بعرف غير أفكر بشيء واحد. قلت له تفضل شو هي؟ قال لي نعمل لعبة. قلت له أوكي أذروايز. قال لي هاي مو مشكلتي، أنا ما بدي أعمل إشي. ففي ناس فعليا، إحنا ما بنحكي بس شرق أوسط، في ناس خلص هي طبيعتها انها تشتغل لك زي الموظف او المدير او المستثمر، ويشتغل لك وانت بدك تكمل هذا الشيء. فالمهم من هاي يعني، خلينا نحكي لما يجي حد يقدم انفستمنت، يقدم انفستمنت لما تنجح اللعبه تطلعوا بالسلم مع بعض. صح، يعني مو هو يعني يطلع انا هو والله وانت تبقى. بالضبط بالضبط. يعني اذا انت بتحكي على مستوى 20,000 دولار سنويا، ترى كثير سيء الموضوع. لو بتحسبها ترى مش في الوطن العربي، انا بحكي لك كسلري. فيك ما تشتغل العاب، فيك تشتغل من مدخل البيانات وخلصنا وتجيب هذا الرقم. مظبوط. فالموضوع لما يكون في حلقه انفستمنت، لازم تكون لما نيجي ننجح اقل ما فيها انا اطلع معك كم درجه، ما مو تطلع انت لنهايه القمه وانا لسه ما عملت شيء. يعني لازم يكون نوعا ما الانفستمنت كويس. الصناعه، خلينا نحكي نرجع لصناعه الالعاب، ترى في اشياء ابداع قاعده بتصير. صناعه الالعاب في الوطن العربي انا بحب احكي لك انه نتفوق على كثير دول اجنبيه. يعني الاعمال اللي عندنا، الناس الموجوده عندنا في جميع الوطن العربي، مصر، السعوديه، الاردن، فلسطين، العراق، في نوادر. يعني انت لو تشوف مثلا، افتح المواقع اللي هي اللي بتنشر فيها العاب مجاني، او بتشوف الناس، احنا لما تشوف واحد عربي ناشر العاب بطريقه مرعبه كومبليتلي، ترى هذا الشيء مو سهل. يعني في عندنا عقول وفي عندنا العاب تتفوق على دول اجنبيه، ولكن هي الفرص. يعني اقول لك شيء، ده انا انت يعني الزلم اللي في الوطن العربي على سبيل المثال، لما يجي يعمل لعبه سمبل بنحكي له شو هاي سمبل وخلاص هيك، يعني نوعا ما لا انت لازم تضيف هيك ولازم تضيف هيك. هذا الشخص خده في مكان اخر، في دوله مثلا، خلينا نحكي المانيا، بشوفه بكون مثلا ماخذ شيرد اوفيس او ورك سبيس، بشوفه واحد هناك بس عمل هذا الشيء سمبل، هذاك الرجل بيخترع له عمل. يعني صح، يعني ذو قيمة، يعني بيكون عمله بحس ذو قيمة. فلازم العمل احنا نحسس بعض انه اللي بيشتغله ذو قيمة، ترى مو عبث. يعني حتى اصلا بدي احكي لك شيء، طبيعة الرواتب تقديرنا للجهد اللي قاعدين نسويها مو بالمستوى المطلوب. خلينا نقول مدى نسوي بالضبط. تقدير صح هو فعليا للجهد. احنا مشكلتنا يا دانر مش علميا، احنا مشكلتنا معنويا صح، صدقا. يعني احنا مشكلتنا معنويا مش علميا. يعني فانا هاي النقطه اللي بتطرق عليها فعلا، هي انا بالنسبه لي اهم نقطه، انه انت لا تستهين بعمل حد. لانه اليوم اللي بيعمل عامل لي لعبه عباره عن ازرار وكاركتر بطير، هذا الشخص لو تعطيه مشروع لمتحف هو قابل انه يتنفذ، لانه المتحف يحتاج الريكويرمنت تاعته هذا الشخص بكل بساطه. يعني اذا انت شفت مثلا دخلت متحف من المتاحف، هتلاقي بوتونز عباره عن كليك، تكبس عليها تطلع لك انيميشن، تدخلك على صوره، بتعرض لك بيانات. صح. شايف كيف سمبل الابلكيشن؟ سمبل سمبل كثير سمبل.
فانت هون بهاي الطريقه هذا الشخص اللي احنا مستقلين فيه انه لما يكبس زر ويحرك لي كاركتر 2 دي ونحكي له انه انت لسه بدك فت عدس على قولتنا. فهذا الشخص هو كواليفاي انه يعمل اكسبونيشن في المانيا او فرانكفورت، لانه اصلا هم هيك. فهاي الفكره اللي بتوصلها انه لا يستهان بقيمه العمل نهائيا، خصوصا في العلاقات. فمثل ما حكيت لك، انا بالنسبه لي كان اصعب التخصصات في مجال الاي تي سكيورتي. بعدين بيجي عندك جيم ديفلوبر، يعني مو صعب بس هو غالي ككوست، يعني كوضع مادي. لانه يعني انت عشان بدك تصير جيم ديفلوبر او انيميشن او 3 دي موديلنج، انت محتاج تولز اصلا مكلفه. فلذلك برضه هاي النقطه مهم الواحد يعرفها. يعني صحيح والله، جدا بصراحة نصائح مهمة وكذا، وضروري موضوع بالذات الانفستمنت، يعني مش انت تفكر فيها من هالزاوية، وكلامك صح، مو دائما كل شيء مطلوب وكل شيء صح وكل شيء مناسب. اكو شغلة لو خمينا هواية دا تصير بالصناعة، اللي هو هواية ناس دا يفوتون ويتوقع النجاح والربح السريع، which is never الثراء happens. الثراء بالضبط، الثراء هي الثراء السريع. الثراء السريع، فما في، هي اصلا مش حقيقي. ممكن، انا ما يعني ما اقول لك مستحيلة، ممكن اكو حالات، بس يعني واحد ما يقيس على الحالات النادرة. واكو شغلة ثانية همينة محمود، هواي ناس دي يشوف فقط النجاح، بس هو ما يشوف كمية الفشل اللي صار قبل النجاح. فاهم ان بالضبط. ميسك بوينت موجودة جدا. هو زين يا هاي نقطة مهمة فعلا. زين، نجي لآخر سؤال نختتم بيه. لعبة أو ألعاب براحتك، عربية أو أجنبية، تصبتي بس يفضل إذا عربية، حبيتها وقريبة على قلبك. ممكن تكون لعبة من الألعاب اللي أنت سويتها، اتس فاين، أو غير شخص سواها، يعني شوف، لك بالنسبة الحرية. للألعاب ما في كونسول كتير على الألعاب الأجنبية ككونسول، يعني صح. ما بتذكر إنه في لعبة الكونسول كلعبة عربية ستوري لاين زي ما أنا بدي. بس على الموبايل في فعلا لعبة عربية ختمتها كمان ولا زلت بتذكر تفاصيلها، اللي هي لعبة ليلى للأخ يا رشيد. يس، ليلى ليلى رهيبة. يا وفي لعبة تانية لعبتها كان نسختها حلوة باللغة، هي بس كانت موجودة باللغة الإنجليزية وصدقا من شاب عربي سوري اسمه محمد بيرق دار. ففعلا اللعبة بتاعته كانت حلوة برضو، على نفس تقريبا نفس شو كان ستايل اسم ليلى. اللعبة؟ ما بعرف أنا ليش ألعبها والله، صدقا نشرتها بس صدقا ناس نسيت الاسم الاسم. بصراحة راح أحاول فعلا فعلا ألاقيها منه. انا من النوع الاشخاص اللي بحضر افلام، بسمع موسيقى، بحضر فعلا ما بدقق كثير بالاسم. لازم يتكرر. انا اصحابي في الجامعه بعد سنين تذكرت اسمه من اساسي، بس بعرف علم، انه انا عندي نفس هاي المشكلة الطبيعي كمان، يعني. بنسى اسامي الناس. بس هاي ليلى نقطه يعني هاتس اوف. انت تحب الالعاب اللي هو ستايل ليمبو وغيرها، يعني خلي يقول هذا الستايل، بالضبط. اتوقع الظهر تستهويك، لانه بتكون عادة فيها قصة بالضبط، الألعاب اللي هي سيمبوليك، قصصية قصة او سيمبوليك وواضحة، يعني تكون هيك يعني مباشرة تجيك. بالضبط. وفي لعبة ثانية فعلا هي على الكونسول. الألعاب اللي على الكونسول طبعا في ألعاب كتير حبيتها بس لا زلت بتذكرها، ترجمتها بالعربي لعبة الكونسول. لعبة ايش؟ شو كان اسمها؟ الطاعون. شو كان اسمها بالضبط؟ لعبتها انا في ايام الحجر الصحي للجميع، يعني اتوقع انه اسمها ابليغ تيل. انه ابليغ أبليك تيل، تيل؟ ابليغ تيل أبليك تيل تيل. نزل الجزء الثاني قبل يومين بالمناسبة. اوكي، كويس انك يا حكيت لي، يا انا شايف تويت عنها بس.
بس مش بلاك مركز تيل كثير معه. نزل الجزء الثاني اسمه ريكيوم ريك ما بعرف اذا اللفظ تبعها صح ولا لا، ريكيوم او something like this. بس نزل الجزء الثاني لإلها والناس بصراحة جدا بيمدحوا فيه بالجزء الثاني بالذات. هي هاي اللعبة كثير قريبة على قلبي من الكونسول، واللعبة الثانية برضه أجنبية أنتل داون. يا اوف كورس هاي انتل داون، كانت أنتل داون خرافية يعني ما بنساها. يا حلوة وقد تكون حلوة. على فكرة بالمناسبة لعبة العدم something ماخذ شيء منهم. من انتل دون باعتبار القرارات والهي، Yeah, exactly. ايه جزء Something يعني مو القرارات يعني مزبوط. بالضبط. هسا واحد راح يشوف العدم وبعدين يشوف الانتل دون بيقول يعني يا رجل شو هالمقارنة هاي؟ ايش لا احنا بس شو المقارنة، بس الفكرة يعني. احنا بنحكي عن بالضبط، احنا للناس اللي يسمعون احنا بنحكي عن الميكانيزم اللي هو القرارات والشغلات اللي تسويها يغير من النهاية عندك او يغير من نتيجة اللعبة. بالضبط نتكلم عن هذا الاسلوب هذا الستايل. anyway بالضبط بالضبط. بيرفكت بيرفكت. فهاي بس فهاي شوت اوت بالنسبة لعالم الشوت حبيت اوت الموضوع. الليلة بصراحة فرحت انه ذكرتها وكذا. شوت اوت الرشيد يعني ان شاء الله يوم من الايام، الراشد عفوا، ان شاء الله يوم من الايام يكون موجود ويانا همنا بالمقهى زين. أكيد أكيد بالعكس يعني. زين محمود، طبعا انا جدا فرحان بوجودك، حديثنا كان مشوق تسلم. جدا، وإن شاء الله يكون مفيد للناس اللي يسمعونا. طولنا وياهم احنا بهاي الحلقة، بس بصراحة كل الشغلات اللي حكيناها مهمة، وأصلا احنا وي كات ثرو a lot، يعني احنا هواي شغلات كنا بدنا نقطع وما نكمل بيه وكذا، بس إذا يعطونا مجال رح نبقى نحكي 4 ساعات بتفاصيل أكيد أكيد معقدة وكذا، أكيد وأكيد 100% رح يكون إلا لقاء. أتمنى إنه تكون أنت إن شاء الله. تونست بالحلقة. إذا عندك أي كلمة أخيرة بالعكس وكذا مبسوط جدا، الله يخليك، إذا عندك أي كلمة أخيرة فالمايك مبسوط لك. سعيد. تسلم تسلم وما قصرت فعلا، سعيد جدا بتواجدي معك وبالحوار الممتع اللطيف عن الله الجيمز يخليك. والجيم اندستري واتمنى انه دائما انه احنا نضلنا في هذا الجيم وفي هاي الاندستري، واتمنى إن من شاء جميع الله. اللي بلشوا يكملوا، لأنه هذا الشيء عبارة عن ذهب بعد ما حد شافه. صح. وإن شاء الله خير، أتمنى التوفيق للجميع. الله يخليك محمود، أشكرك هواي لوجودك، وإن شاء الله نشوفك بالحلقات الجاية، ونشكر الناس اللي يسمعونا همينة، وإن شاء الله راح إن أحط شاء الله التفاصيل الأكاونت مالتك وكذا على مود التواصل للناس، واللينك الألعاب مالتك أكيد همينة إن أكيد شاء الله راح تكون موجودة. فشكرا مرة ثانية لوجودك، وإن شاء الله نلتقي العفو مرة ثانية العفو العفو لك. حبيبي. سلام.